أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نحن مجموعة عسكر نذهب للتدريب جميعا، فيوجد بيننا من يدخن وننكر ولكن لا يستجيبون، فهل نأثم بجلوسنا معهم مع العلم أننا بسيارة واحدة ولا نستطيع مفارقتهم؟ إذا كان الجلوس معهم اختياري ومن باب المؤانسة فلا يجوز لكم هذا. أما إذا كان الجلوس معهم من أجل العمل، أنتم في مكتب العمل أو كما ذكرتم فيه سيارة نقل تنقلكم للعمل، فهذا لا بأس به مع الإنكار، لا بأس به مع النصيحة والإنكار وعدم السكوت. نعم.